تبانوا موراكلكم واقفين. بعدوا لي بعدوا لي بعدوا. تفرقوا الله يرحم الوالدين. تفرقوا تفرقوا وتفرقوا. تفرقوا لي تفرقوا. اش اختين اش اجين اجين صافي تفرقوا. مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشرين جديد من الدار البيضاء. واحد المجموعة ديال العمال والعاملات ديال واحد الشركة ديال الخياطة حي مولاي رشيد عاوتاني طاحوا في المشكل ديال انهم ما توصلوش بالمستحقات الشهرية ديالهم. منين مشاو يسولوا رب العمل كان عنده كلام اخر. التفاصيل غادي تعطيها لنا وحده من العاملات. تفضلي اختي شنو واقع عاودي لنا من الاول. حنايا كنا خدامين داك الشهر قالوا لنا بركوا من الخدمه بركنا، قالوا لنا غتسافدوا. سافدنا خدينا 1000 درهم. نهار الخميس 30 الشهر عيطوا علينا قالوا لنا جيو تخدموا نهار الاثنين راكم ما غتسافدوش. راكم ما غتسافدوش لان الشركه راه الباترون طلبوا ليها في لاسينيتي شي وراق وهو ما قدش على دوك الوراق. الا عطاهم دوك الوراق عطى شي مشكل. دابا حنا بغينا حقنا، بغينا دوك الفلوس ديالنا ديك 40000 ريال الدوله اللي عاطيها لينا ما عطيناش هو. دابا يديكلاري بينا باش حنا نستافدوا بحالنا بحال عباد الله، حيت حنا شهر حنا باكين، حنا عائلات. مشيتوا عنده هو شنو قال لكم؟ عندو انتو عند الدريات اللي مشى النهار الخميس تجي. اللي مشاو عندو تفضلي اختي. مشيتوا عنده شنو قال لكم؟ مشينا عنده قال لنا سميتو انا ما لقيت لكم جهد راه البوابه مسدوده. وانا اللي كنعرف ان البوابه جينا كنسولوا هنايا قالوا لنا البوابه مفتوحه. حنا دابا تنطالبوا بالحق ديالنا. هو دخل 120 تباشر قالوا لنا بان كاينه شي 100 خدام ولا 120 خدام داخله خدامه نوار. موراكم نتوما. وحنا اللي صحاب لاكيت حنا واقفين. دابا قالت لك قالوا لنا راه قلنا لكم جيو تخدموا، حنا ما قالنا لنا حتى حد جيو تخدموا. واخا مشيتوا عند المسؤولين عند الضمان الاجتماعي عند مفتش الشغل. مشينا عند مفتش الشغل قال لنا غتمشيو لاكيت. جينا لاكيت دابا قال لنا قالوا لنا غتمشيو لاكيت اللي تابعه للشركه ديالكم. تاع الحي الصناعي. دابا انتم شنو باش كطالبوا؟ حنا بغينا حقنا حقنا فلوسنا اللي عطانا سيدنا الله يخلي فينا. اذا كيف شفتوا هذه واحد المجموعه ديال العمال والعاملات اللي كيطالبوا بحقهم. تفرقوا تفرقوا الله يرحم الوالدين باش ما نخليهمش يتجمعوا اكثر. التفاصيل راكم سمعتوها على لسان العاملات. الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.